بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي أعزائي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، ومع الدرس الثامن من دروس علوم الحديث أو مصطلح الحديث، نعيش هذه اللحظات الطيبات إن شاء الله. وعنوان هذه المحاضرة عن المردود بسبب طعن في الراوي، وتذكرون قبل ذلك تحدثنا بالتفصيل عن المردود بسبب خلل في اتصال السند المتمثل في سقط ظاهر من السند أو سقط خفي من السند، وفصلت القول فيهما قبل ذلك. لكن الآن الرد أو التضعيف للحديث إنما هو السبب فيه طعن في راو من رواته. وقلت لكم قبل ذلك أن الراوي حتى نقبل روايته لابد أن يكون عدلا تام العدالة، ضابطا تام الضبط، فأي خلل في واحد منهما لا شك يجعل الحديث ضعيفا، وفي هذه الحالة نرد الحديث ولا نعمل بمقتضاه ولا نحتج به. ولا شك أن الطعن في العدالة هو أشد وأنكى، وهو لا جبر فيه، يعني لا يجبر الطعن في العدالة. ولذلك حين يكون الطعن في العدالة يكون الحديث ضعيف ضعف شديد، لأنه لا يرتقي. لماذا؟ لأن العدالة عبارة عن الإسلام والبلوغ وكمال ويقظة العقل، وأيضا السلامة من أسباب الفسق كلها، المعصية يعني، والسلامة حتى من فعل خوارم المروءة، وقد تحدثت عن ذلك بالتفصيل. وأشد وأنكى وأسوأ أنواع الضعف إذا كان هذا الضعف بسبب كذب في الراوي، كذب في الراوي. والكذب هنا أقصد به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسمي حديثه ليس مجرد ضعيف أو ضعيف جدا، بل ربما نسميه في الغالب والكثير الحديث الموضوع، الحديث الموضوع. وأبدأ به المحاضرة. تعريف الحديث الموضوع أبنائي هو الحديث الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله زورا ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أبنائي، يعني هذا حديث كذب مختلق مصنوع. عارفين يعني ايه مصنوع؟ يعني ركبوا له اسناد كأن شكله شكل الأحاديث التانية الكويسة المقبولة، مصنوع ومنسوب إلى من؟ إلى أشرف الخلق، وهذه النسبة زور، لأن رسول الله لم يقل هذا الحديث ولم يتكلم فيه ببنت شفاة، ولذلك سميناه الموضوع. إيه طرق الكذابين اللي بيضعوا الحديث؟
كيف ما الطريقة اللي بيضعوا بها الحديث. والله هم دايما بياخدوا طريقة من اتنين، طريقة من اتنين، إما أن ينشئ كلاما من عند نفسه من ذاكرته، أو تبعا لمذهب أو لفكرة أو لعقيدة هو ينتسب إليها، يريد أن يروج لهذه العقيدة فينشئ كلاما من عند نفسه وينسبه إلى رسول الله. هذا الكلام من عند نفسه يا إما لمصلحة شخصية أو لمصلحة مذهبية أو لمصلحة يمدح في بلد معينة أو في قبيلة معينة أو ما شابه ذلك. وذلك كرجل اسمه سعيد بن طريف. هذا الرجل له ولده وكانت أمه توفيت والولد يتيم الأم، وكان يذهب إلى الشيخ يحفظه القرآن ويعلمه العلم. فجاءه ولده يوما من الأيام يبكي بكاء شديدا. ما بك يا بني؟ قال: ضربني الشيخ المعلم ضربا شديدا وأثر علي هذا الضرب، فما كان منه إلا أن اخترع وصنع سندا موهوما، وقال قال رسول الله، والنبي لم يقل هذا، قال رسول الله: معلم صبيانكم شراركم، معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة على الصبيان وأشدهم وأغلظهم على اليتيم. الشاهد أن هذا الكلام اخترعه من عند نفسه نكاية وانتقاما من الشيخ الذي ضرب ابنه، ولا شك أن هذا أنشأه إنشاء من بنات أفكاره ونسبه زورا إلى أشرف الخلق. أحيانا يتخذون طريقة أخرى في الوضع، وهو أن يأتي بكلام موجود، ولكن هذا الكلام لحكيم من الحكماء، لزاهد من الزهاد، لطبيب من الأطباء، مثل أن يقول مثلا: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فهذا كلام لأحد الحكماء. أن يقول مثلا: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا كلام لم يقله النبي ولكن قاله عبد الرحمن بن كلدة طبيب العرب، وإن كان الكلام مقبولا ولكنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل مقولة لأحد الزهاد وينسبونها زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: قال رسول الله: ثؤر المؤمن شفاء، وهذا لم يقله النبي إنما قاله بعض الزهاد، فلا يصح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى، لا أطيل حتى لا أضيع وقت المحاضرة. إيه علامات الوضع يا أولادي يا بناتي؟ ما علامات الوضع؟ إيه المؤشرات اللي لما أشوفها أشك أو أظن أو أتأكد إن هنا في وضع في الحديث؟ أول حاجة، أول علامة، وهي أعلى وأرقى وأفضل العلامات اللي ما فيهاش نقاش، الإقرار. والإقرار سيد الأدلة، بمعنى أن هذا الوضاع لعله تاب إلى الله وندم على ما فعل، فيأتي ويقر ويقول: أنا وضعت أحاديث على رسول الله وتبت إلى الله تبارك وتعالى. زي واحد اسمه نوح ابن أبي مريم، اعترف بأنه وضع حديثا رفعه إلى النبي عن طريق ابن عباس في فضائل سور القرآن الكريم.
العلامة الثانية التي تدل على الوضع في الحديث هي قرينة في الراوي أو قرينة في المروي. في الراوي كراوي الشيعي رافضي ويأتي بأحاديث فيها مدح بل إطراء لآل البيت أو لعلي بن أبي طالب لدرجة أن يجعل علي هو الأحق بالنبوة من محمد. فهذه القرينة في هذا الراوي كونه شيعي ورافضي ويروي هذا الكلام علامة من علامات علامات الوضع في الحديث. أحيانا تكون العلامة في المروي، في يعني القرينة في المروي النص المتن اللي يذكره، وهذه إما أن يكون النص يستحيل أن يقبله العقل أو العادة، كمن أتى بحديث رفعه وهو زور وقال إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين والبيت لا ماء فيه حتى تطوف به سفينة، فكيف يعقل هذا الكلام؟ هذه قرينة تدل على أن الكلام لا يقبل بل هو مكذوب موضوع على رسول الله. أحيانا تكون القرينة ثواب عظيم جدا جدا لفعل يسير وبسيط جدا، زي الذي اخترع حديث ونسبه وقال لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. فاللقمة في بطن جائع شيء طيب وشيء محبوب وشيء مرغب فيه، لكن لا يصل في هذا الثواب أنه خير وأفضل من بناء ألف جامع. لا، بناء ألف جامع أفضل من اللقمة في بطن جائع. أيضا أحيانا يكون العكس، يعني فعل بسيط وعلق عليه عذاب وعقاب شديد. عقاب إيه؟ شديد، زي من ذكر حديثا زورا ينسبه إلى رسول الله ويقول من أكل البصل أو الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 70 خريفا. نعم، يعني لا نأكل البصل والثوم ونذهب مباشرة إلى المسجد، هذا صحيح، ولكن تصل العقوبة أن يهوي في النار 70 خريفا، هذا لا يقبله العقل، وهذه قرينة تدل على أنه موضوع. أعلمتم أبنائي كيف نعرف وما العلامات التي تكون مؤشرا إلى أن الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن أنبه حضراتكم أبنائي وبناتي أن هذه العلامات لا تتوسعون فيها أنتم، ولكن الذي يتوسع فيها أهل العلم وأهل التخصص الدقيق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة هامة أيضا، وهي ما أسباب الوضع في الحديث؟ إيه الدوافع التي دفعت بعض الناس أن يضعوا الحديث وينسبونه زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكر لكم 6 أسباب فقط حتى لا أكثر عليكم، لكن الأسباب أكثر من كده، لكن هذكر 6 بس. السبب الأول عمدا لإفساد هذا الدين، حقدا وغلا من بعض الناس، وخصوصا الذي فعل هذا الزنادقة. الزنادقة يقول أحدهم حين أخذ لتضرب عنقه بسبب كثرة وضعه للحديث قال وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، لكن أطمئنكم أبنائي هذه الأحاديث كلها أحصيت واستخلصت ونقيت السنة منها ووضعت
في كتب خاصة اسمها كتب الموضوعات، وسأذكر هذه الكتب لكم في نهاية المحاضرة. من هؤلاء الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين منهم من وضع حديثا مضحكا وهو يقول فيه إيه؟ أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فأضاف كلمة إلا إيه؟ أن يشاء الله، كأن يعني عايز يقول إيه، ما تستبعدوش أن يأتي نبي بعد محمد، مع أن المعلوم والمقرر أنه لا نبي بعد رسول الله، فختم الله به النبيين والمرسلين. السبب أو الدافع الثاني للوضع في الحديث التعصب الشديد البغيض الأعمى للمذهب، والذي انتشر بينهم هذا الخطابية والرافضة، لدرجة أن الخطابية حتى كانوا يبيحون الكذب على المخالف، حتى مش على رسول الله، على أي مخالف اكذب عليه ولا يهمك ما دام بيخالف مذهبني. وبعضهم كان يضع الحديث لكنه تاب إلى الله، فبعد أن تاب إلى الله قال انظروا عمن تأخذون الحديث، فكنا إذا رأينا رأيا صيرنا له حديثا. فكنا إذا رأينا رأيا صيرنا له إيه؟ حديثا. الأمر الثالث أو السبب الثالث في الوضع الحديث التقرب للرؤساء. التقرب للرؤساء، رجل اسمه الغياث بن إبراهيم دخل على المهدي الخليفة العباسي فوجده يمسك بحمام يلعب به، فساق سندا إلى رسول الله وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأضاف كلمة الجناح مع أنها في الحقيقة ليست من الحديث، إنما قالها إرضاء وإطراء وتقربا للمهدي، لأنه يلعب بالحمام، فكأنه يقول له أقرك رسول الله على هذا اللعب. ولا شك أن هذا بهذا القصد الخبيث الدنيا. السبب الرابع وهو جهل بعض المتزهدين المتعبدين، وهذا الجهل دفعهم إلى أن يعني يضعوا كذبا أحاديث على رسول الله ليرغبوا الناس في بعض فضائل الأعمال. وقد ألمحت إليكم ما قاله نوح ابن أبي مريم الذي اعترف بأنه وضع فضائل سور القرآن عن ابن عباس سورة سورة، حتى لما سألوه لما فعلت هذه الفعل النكراء قال وجدت الناس قد اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فأعرضوا عن القرآن، فأحببت أن أعيدهم إلى القرآن فوضعت هذه الأحاديث لأقرب الناس وأحبب الناس إلى القرآن الكريم. ولا شك أنه مخطئ خطأ جسيم، فهناك ما يصح من الأحاديث في الحث على قراءة القرآن والتزام القرآن، ولا يلجأ إلى هذه الفعلة الشنيعة. وعلى فكرة يا أولادي، أشد الناس خطرا هؤلاء، لأن كثيرا من العامة يثقون بهم لزهدهم وتقواهم وحسن سيرتهم. السبب الخامس التكسب، وده كان يصدر من جماعة كان اسمهم القصاص. القصاص دول يقعدوا في بعض الأماكن، في بعض الشوارع، في بعض الزوايا، ويقصوا قصصا ويأخذوا مقابل فلوس لهذه القصص. فلا بد أن يعني يحاول كل واحد فيهم أن يأتي بجديد
لم يسبق له، والناس تعجب به. أول مرة أسمع الحديث ده، فكانوا يضعون الأحاديث الغرائب ليقنعوا الناس بها ويستحقوا الأموال، لأنهم أسمعوا الناس ما لم يسمعون أو ما لم يشتهر. السادس، وهو السبب السادس وهو الأخير الذي سأذكره الآن، طلب الشهرة وزياع الصيت وانتشار الإنسان، بحيث يعني إيه يقال إن فلان الفلاني يقول كلام ما حدش يقوله، ما سمعناهوش من غيره. وهذا يقع فيه للأسف الشديد بعض الخطباء والوعاظ وبعض من يهتمون بالبرامج التلفزيونية، يعني لا يدقق فيقع في مثل هذا ويذكر أحاديث غريبة. طبعا الوضع حرام، وضع الحديث حرام جدا، وأشده خطرا كما قلت الزهاد. وتوجد كتب كثيرة جدا في الأحاديث الموضوعة، منها الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، وتمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع الشيباني، ذكر فيه أحاديث مشهورة وأحاديث موضوعة أيضا. وأفضل كتاب، آخر كتاب ألف، وهو تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة، لابن عراق رحمه الله ورحمة واسعة. أنتقل إلى درس آخر، الرد والضعف فيه بسبب الطعن في الراوي، وهو اسمه المتروك. اسمه إيه؟ المتروك. إيه تعريف المتروك؟ هو ما رواه المتهم بالكذب. المتهم بالكذب يعني ايه متهم بالكذب؟ المتهم بالكذب ده يعني هو يكذب، ولكنه يكذب على الناس، لكن لم يثبت انه كذب على رسول الله مرة واحدة. فلما كذب على الناس وانتشر كذبه بين الناس وعلمنا أنه يكذب بين الناس، اعتبرناه ليس ببعيد أن يكذب على رسول الله. ولكن لما لم يثبت أنه كذب على رسول الله، فاعتبرناه تحت دائرة الاتهام، أنه مش بعيد أبدا أن يكذب على رسول الله، فاتهمناه بالكذب فتركنا حديثه. فتركنا إيه؟ حديثة. عرفنا ليه احنا سميناه متهم بالكذب؟ لانه هو بيكذب كلامه العادي وبيتفرد بروايات عمرنا ما بنشوفها عند حد غيره، فنتركه ونترك رواياته ونبتعد عنها. اذكر لكم مثالا سريعا، فقد روى زياد ابن ميمون رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحولاء بنت نويت، وكانت عطارة المدينة، دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذكرت حالها مع زوجها، فنصحتها وأرشدتها السيدة عائشة بفضل الزوج، ووعظتها بهذا حتى تستقر حياتها. الإمام البخاري رد هذا الحديث وقال هذا الحديث ضعيف جدا، ولا ينبغي أن يردد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زياد ابن ميمون هذا هو أصلا متروك، متهم بالكذب في كلامه بين الناس، فلما كان الأمر كذبا واحدة، فلما كذب على الناس وانتشر كذبه بين الناس وعلمنا أنه يكذب بين الناس، اعتبرناه ليس ببعيد أن يكذب على رسول الله. ولكن لما لم يثبت أنه كذب على رسول الله، فاعتبرناه
تحت دائرة الاتهام أنه مش بعيد أبدا أن يكذب على رسول الله، فاتهمناه بالكذب فتركنا حديثه. فتركنا إيه؟ حديثه. عرفنا ليه إحنا سميناه متهم بالكذب؟ لأنه هو بيكذب بكلامه العادي وبيتفرد بروايات عمرنا ما بنشوفها عند حد غيره، فنتركه ونترك رواياته ونبتعد عنها. أذكر لكم مثالا سريعا، فقد روى زياد ابن ميمون رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحولاء بنت نويت وكانت عطارة المدينة دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذكرت حالها مع زوجها، فنصحتها وأرشدتها السيدة عائشة بفضل الزوج ووعظتها بهذا حتى تستقر حياتها. الإمام البخاري رد هذا الحديث وقال هذا الحديث ضعيف جدا ولا ينبغي أن يردد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زياد ابن ميمون هذا هو أصلا متروك متهم بالكذب في كلامه بين الناس، فلما كان الأمر كذلك تركنا حديثه. ننتقل إلى نوع ثالث من الأحاديث المردودة بسبب طعن في الراوي، وهو المنكر. والحديث المنكر هو ما رواه الضعيف وخالف الثقة أو الثقات، ما رواه الضعيف ومع أنه كمان ضعيف، يا ريت ضعيفه بس، لا ده كمان بيخالف الثقات، هذا اسمه منكر. طب حديث الثقات المقابل ليه اسمه معروف، اسمه ايه؟ معروف. ذكر الحافظ ابن حجر مثالا للمنكر ما رواه الثقات، خلي بالكم من كلمة الثقات، جمع ثقة، الثقات، عن ابن عباس موقوفا: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وقرى الضيف دخل الجنة بسلام. فقد رواه حبيب الزيات مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيب بن حبيب هذا ضعيف، وفي نفس الوقت خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث موقوف عن ابن عباس. فلما حبيب بن حبيب ده رفعه قلنا له الرفع ضعيف لأنك أنت ضعيف الرواية، وفي نفس الوقت كل الثقات أوقفوه على ابن عباس ما رفعوش للنبي، فكيف نقبل منك هذا؟ النوع الرابع من أنواع المردود بسبب طعن في الراوي الشاذ. الشاذ، الشاذ يا أبنائي هو ما رواه المقبول، ممكن يكون ثقة وممكن يكون صدوق المقبول، لكنه خالف الأوثق منه، خالف الأوثق، يعني واحد مع أنه هو صدوق أو ثقة مقبول يعني الرواية، لكن خالف مجموعة من الثقات، أو هو حاز 80% من التوثيق لكن خالف من حاز 95% من التوثيق، فهو 80 والتاني 95، يبقى أيهما؟ يبقى اللي روى 80 أنا هعتبر حديثه إيه؟ شاذ، لأن خالف ال 95، أو اللي وحده مع إنه مقبول خالف مجموعة من الثقات، يبقى أنا إيه؟ هعتبر حديثه إيه؟ شاذ. طب المجموعة دي أو اللي حاز 95% من التوثيق هسمي حديثه إيه؟ هسمي حديثه محفوظ، محفوظ. يبقى لو سألت سؤال يا أبنائي، ما الذي يقابل الشاذ؟ يقابل إيه؟
المحفوظ، يعني كلام المخالف اللي هو مع انه مقبول لمن هو اوله ده اسمه شاذ. طب اللي هم اوله واللي هم ثقات كلامهم اسمه محفوظ. واضح ولا لا؟ ان شاء الله واضح جدا جدا، ويعني بالتكرار نفهم الامور. ذكر مثالا لهذا علماء الحديث ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة، وهو من أكبر الثقات، ومجموعة من الثقات وغيره من الثقات، يعني ابن عيينة ومجموعة من الثقات رووا الحديث اللي أنا هقوله عن سيدنا عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا مولى هو أعتقه فأعطاه النبي ميراثه، فأعطاه النبي ميراثه. جميع الثقات وعلى رأسهم سيدنا سفيان بن عيينة رووا الحديث موصولا عن رسول الله، موصولا يعني عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي، لكن جاء واحد اسمه حماد بن زيد ضعيف. حماد بن زيد هو حماد بن زيد عذرا ليس ضعيفا ولكنه مقبول الرواية. حماد بن زيد الذي روى مقبول الرواية، لكن مع أنه مقبول الرواية خالف اللي أوثق منه سفيان بن عيينة ومجموعة، فاعتبرنا الرواية بتاعت حماد بن زيد المرسلة هذه رواية سميناها شاذة. طب أمال المحفوظ إيه؟ قال لك ما رواه سفيان وجماعة من الثقات أنها موصولة متصلة إلى رسول الله بسند متصل. ننتقل إلى نوع خامس من المردود بسبب طعن في الرواة، وهو المعلل. المعلل تمام. وما والمعلل هو يعني العلة، عيب خفي في سند الحديث أو في متنه مع أن ظاهره السلام من هذا العيب. يبقى العيب خفي وقادح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة من هذا العيب، ولذلك العلة مش كل الناس يعرفوها. اللي يعرفها جهابذة العلماء الحفاظ المتقنين المتخصصين اللي أمضوا جميع عمرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر مثالا لهذا النوع اللي هو المعلل أو المعلول أو ذو العلة. هذا المثال رواه الإمام الترمذي بسنده عن موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم نحمدك ونشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك ونتوب إليك، غفر له ما كان في هذا المجلس، أي من اللغط أو من سقط الكلام. تمام. إيه العلة في الحديث ده؟ العلة أن موسى ابن عقبة اللي روى عنه الإمام الترمذي ده بيقول لك عن سهيل، لما بحث العلماء ودققوا البحث وجدوا
أن موسى بن عقبة لم يروي عن سهيل مباشرة، لم يروي عن سهيل مباشرة. الله أمال روى عن مين؟ عن روى عن واسطة بينه وبين سهيل، هذه الواسطة هو واحد اسمه موسى ابن إسماعيل. يبقى موسى بن عقبة المفترض روى عن موسى بن إسماعيل، وموسى بن إسماعيل هو الذي روى عن سهيل ابن أبي صالح. يبقى إذن هنا سقط راوي محدش عارفه. ليه محدش عارفه؟ لأن موسى ابن عقبة وسهيل متعاصرين، فما دام متعاصرين وشافوا بعض وقعدوا مع بعض يخفى على كثير من الناس، لكن هنا حصل هذا السقط. تمام. طيب العلة في الحديث بما تعرف، بما تدرك، بما تكشف؟ كيف أكتشف العلة في الحديث؟ أول حاجة، إن تفرد الراوي، فإن تفرد الراوي يعني وجدت كل العلماء وكل الرواة على طريقة أو على ألفاظ أو على سند، وهو ضلع بسند لوحده منفرد به، فهذا التفرد مؤشر يدل على أن في الحديث علة. الأمر الثاني يا جماعة، وهو مخالفة هذا الراوي لغيره من الثقات الحفاظ، فالمخالفة دي برضو تشير وتبين أن هناك علة في الحديث. طيب إيه الطريقة إلى معرفة هذه العلة؟ أجمع طرق الحديث. أنا ما أعرفش التفرد أو عدم التفرد أو المخالفة اللي أنا ذكرتهم دول إلا إذا جمعت طرق الحديث. فأجمع طرق الحديث ثم أنظر في الاختلاف وأمحص النظر في الاختلاف في الروايات، ففي هذه الحالة أستطيع أن أكشف العلة. النوع السادس من أنواع الطعن في بسبب الراوي أو قدح في الراوي، المدرج. النوع الرابع اللي هو المدرج. ايه المدرج ده؟ المدرج هو ما كانت فيه زيادة في الحديث ليست منه ولكن بلا فصل. يعني ايه بلا فصل؟ يعني انا اضيف كلمة في الحديث وما بينش ان انا اللي اضفتها، فيظن البعض انها من كلام مين؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، يبقى هو ان يضيف الراوي كلمة بقصد التفسير، التوضيح، ازالة غامض، بيان غريب، بيان مكان بلدة، أي حاجة يضيف كلمة، لكن الكلمة اللي يضيفها دي ما يقولش أنا اللي أضفتها، يذكرها ويقولها، فإذا قرأها من يأتي بعده ظن أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الطعن اللي في الراوي، ده الغلطة اللي غلطها الراوي، إن الكلمة دي ما ذكرش منها. ومش شرط تكون ممن أدرجها، لا، ممكن تكون من رواة الإسناد ما نبهوش إن اللي أدرج فلان. يعني ممكن اللي أدرج الكلمة دي صحابي وهو موضح إن هو أنا أدرجت، يجي بعض الرواة لضعفه يروي هذا الحديث ويروح يلغي الفقرة اللي تدل على أن الكلام ده كلام فلان الفلاني مش كلام النبي، فيظن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثالا، روي حديث رواه الإمام الخطيب البغدادي عن سي بسنده
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إيه الحديث؟ جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. سيدنا الخطيب البغدادي بيجيب سند، السند فيه راوي مطعون فيه، الراوي المطعون فيه ده جاب الحديث بهذه الألفاظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. تمام كده؟ كده احنا كلنا فهمنا ان ايه أسبغوا الوضوء من كلام مين؟ من كلام النبي. ويل للأعقاب من النار من كلام مين؟ من كلام النبي. ده اللي احنا فهمناه. الإمام البخاري اكتشف ان هنا في إدراج، فجاء البخاري بسند صحيح ما فيهوش حد مطعون فيه، فجاب الحديث على هذه الصورة. جاب السند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ما قالش قال رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. يبقى الرواية الصحيحة اللي ما فيهاش حد مطعون فيه اللي جابها البخاري بينت لنا ان كلمة أسبغوا الوضوء من كلام مين؟ مش من كلام النبي، ده من كلام سيدنا أبو هريرة. الدليل على هذا أن الرواية تقول: قال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء. بس ثم بدأ بعد كده في كلام النبي: فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. يبقى وضحت إن كلمة ويل للأعقاب من النار من كلام مين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأسبغ الوضوء من كلام مين؟ من كلام أبو هريرة، بدليل أنه قال: قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء. تمام؟ طيب كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف الإدراج؟ أول حاجة يعرف الإدراج لما نخرج الحديث ونجد رواية أخرى ليس فيها اللفظة المدرجة. يعني الحديث جاء من رواية أخرى من إسناد آخر خالي من اللفظة أو الألفاظ اللي هي مدرجة، فنفقه ونفهم أن هذا الكلام كان كلام مدرج. الأمر الثاني اللي نعرف بها الإدراج، عالم كبير من العلماء الحفاظ المتقنين اللي أمضوا عمرهم في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم ماتت والنبي صغير جدا جدا، ففين أمه اللي حيبرها؟ ده كانت ميتة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، هل يعقل أن يكون النبي الذي تشترط فيه الحرية أن يتمنى أن يكون مملوكا؟ لا يعقل أن يتمنى النبي أن يكون مملوكا أبدا. ومن هنا علمنا أن هذه الألفاظ لا تليق بالنبي ولا تصدر عن النبي، ويستحيل أن تصدر عن النبي، لأن النبي أمه ماتت وهو صغير. هذه واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يتمنى أن يكون مملوكا، وهو الذي يأمر ويدعو إلى تحرير العبيد ويحرر العبيد، فكيف يتمنى أن يكون عبدا؟ بهذا أبنائي وبناتي نكون قد أنهينا هذه المحاضرة وفقهنا ستة أنواع من أنواع المردود أو الضعيف بسبب طعن في الراوي، لعل الدرس يكون واضحا. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يفيدكم بما تتعلمون بإذن الله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.